فيما يتعلق بهذه المساعدات والتي ينتظرها المواطنون خاصة هنا في المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحديدا قرب مفرق النابلسي وشارع 10 في منطقة الشيخ عجلين طريق هارون الرشيد الطريق الساحلي، حيث اليوم يعني سقط 4 من الضحايا والعشرات من الجرحى والمصابين وهم ينتظرون وصول المساعدات على الطريق الساحلي إلى الغرب من مدينة غزة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشفاء إلى الغرب من مدينة غزة. هذا الحدث يتكرر صار يعني بشكل يومي ضد المواطنين غالبيتهم ممن يتقون لهذه المساعدات التي عادة ما تأتي في من المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وتحديدا من رفح وتسلك الطريق الساحلي، ولكن في هذا اليوم فيما يتعلق بوصول مساعدات بشكل مباشر من الجانب الإسرائيلي إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم يكون هناك أي من هذه المساعدات، ولكن المساعدات التي وصلت هي كانت من قبل القوات المسلحة الأردنية والتي نفذت يعني صار 4 من الإنزالات الجوية والتي كانت تحمل مساعدات لأهالي القطاع، حيث تم إنزال هذه المساعدات على طول ساحل قطاع غزة وتحديدا في المنطقة الوسطى والجنوبية وذلك بتوجيهات كانت في الوسط وفي الجنوب وليس في الشمال. نعم في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة وذلك بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله، حيث ضمت هذه الإنزالات صار 4 من الطائرات من نوع B-130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متن هذه المساعدات الإغاثية، ولكن أعداد كبيرة من الصيادين الذين حاولوا بمركبات إيصال أيضا هذه التي بعضها كان في المياه على بعد تقريبا 500 متر إيصالها للمنطقة الشاطئ حتى يتسنى للمواطنين الحصول عليها، ولكن أيضا خضر دائما في مسألة المساعدات، ولكن المساعدات التي تحدثنا عنها في البداية والتي أشارت إليها هيئة البث الإسرائيلية بأنها ستدخل اليوم مباشرة عبر الشمال وليس عبر البوابة الجنوبية لم تصل إلى غاية الآن بحسب معلوماتك. نعم فعلا صار حتى ساعات مساء هذا اليوم لم تصل أي من المساعدات من المناطق الشمالية من قطاع غزة، وخاصة عبر معبر سواء معبر إيريز بيت حانون أو معبر المنطار كارني إلى الشرق من مدينة غزة، ولكن فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية صار أيضا وهي أيضا يعني موازية للأوضاع الإنسانية التي يحياها المواطنون وهي أوضاع كارثية، حيث أن العملية العسكرية المتواصلة في حي الزيتون لازالت تحصد أرواح الفلسطينيين، حيث سقط اليوم العشرات من الضحايا في هذا الحي بعد استهداف لعدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، إضافة إلى أن هذا الحي أيضا يشهد صار معارك ضارية وأيضا اشتباكات عنيفة بين المقاومين خاصة من سرايا القدس وكتائب مع جنود الجيش الإسرائيلي وأيضا الدبابات والمدفعية الإسرائيلية.